اسمع تعليق حضرتك على كلمة الرئيس تحديدا. بقولك الرئيس طرح اتكلم في الظروف وبعدين طرح رؤيته الشخصية لشخصه في الفترة القادمة، وقال ان هو يعني بين السطور كده ناس كتير ظلموه، افتكروا ان هو يعني متطلع لان هو يعني يستمر او 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 يعني كل ما قيل، وقال للناس بصريح العبارة خطتي اهي بس انا يمكن ما اعلنش عنها. اتخيل بحكم معرفتي او اقترابي من الساحة يعني ان ناس كتير جدا هتتأثر بأن بقرار الرئيس بالمغادرة أو بترك الساحة في الفترة القريبة، لكن هو عمل أكتر من اللي ممكن بشر يعمله في مرحلة على مدى طويل. يدعمنا في ذلك ان احنا بنفتح هذه الصفحة بعد ثورتنا في 25 يناير، واللي الحقيقة يجب انها تكون نقطة انطلاقة لمستقبل مصر هتكون بعد ثورتنا في 25 يناير. هو حضرتك ماذا تسمي ما يحدث في ميدان التحرير ومحافظة مصر الان؟ تعبير حاد عن الرأي العام في شكل جماعي. انت عايز تسميه ثورة؟ مش ثورة طبعا. انا بسأل حضرتك عن رأيك. لا مش ثورة طبعا. بعد ثورتنا في 25 يناير. مش ثورة طبعا. أول سمة للتغيير الناس اللي واقفة في شارع التحرير حضرتك شايف إن هي هتحس بيها بكرة الصبح؟ شوف حضرتك، أي حاجة تخطر على بالك باعتدال في التفكير رجعها للمنطق. أيوة أنا عايز أسمع جملة حضرتك بتقولها دي فيه. ما لم الحل ينطبق والمنطق يبقى الكلام مش مظبوط. المنطلق الفكري بتاعنا في تطفيش الست دي لازم ينبع من احساس منعكس في الالتزام بقضايا معاصره لا يدرع مرسي، ومحدش يسالني ولا كلمه لاني مش فاهم اي حاجه من اللي انا بقوله. قال لك مين يقعد ومين يمشي؟ الحقيقه قال لي بالظبط كده، قال لي سيب لي احمد بوغيت وزير خارجيه وممدوح مرعي والمشير ده. لا انا بسترجع، والله انا مش ايه ده، انا بسترجع الفكره. لا يعني تصور ان ما اتقالتش لانها كانت واضحه بقى، يعني
يعني اسف فندم. لا لا اصل هو اللي حصل اول لا اصلا ما اتقالتش ليه انت يعني انا اتفاجئتني قال لا ما اتقالتش فعلا بس هي ما اتقالتش لان الموضوع ده كان يعتبر منتهي ده اول موضوع اتكلمنا فيه وبعدين طلعوا من بيتي عايدة مراتي جابت لهم جايين ماسكين من التحرير جابت لهم كباب عشان ياكلوا فقالوا طب هناخد الكباب وناكله في السكه شويه منهم طلعوا على التحرير ربنا فتح عليهم وشويه وقفوا في شارع فيصل شارع فيصل كان منهم احمد عيد كان شارع فيصل فمسكوهم قعدوهم 18 ساعه في العربيه بوكس ايديهم متكتفه عينيهم متعصبه 18 ساعه وبعدين السيد الفريق احمد شفيق طلع على التلفزيون قال ان احنا افرجنا ده رئيس وزراء النظام افرجنا عن الجميع باستثناء بعض الاشخاص التي خرجت من منزل شخص يسبب مصدر قلق لنا وتتعقبه اجهزه الامن انت كنت بتسالني على طول بتسالني احتجزوا 9 اشخاص طالعين ببيت هو بقى بيحكي امبارح بيقول كانوا قاعدين ياكلوا كباب وكفته عندي بياكلوا كباب وكفته بياكلوا فول وطعميه ده وقت ما حضرتك كنت رئيس وزارة الحقيقه ولا؟ صدقيني والله ما اعلم والله ما اعلم اذا كان في وقتي ولا بعديه ولا قبليه ايه والله ما اعلم والله ما اعلم اذا كان في وقتي ولا بعديه ولا قبليه هقول لحضرتك معلومة أنا رجعت ورجعت بمتدق مفيش شاب اعتقل من داخل المنطقة أو هو خارج منها ولا زال معتقل نهائي اللي حصل لا كله خرج أنا معرفش كام مفيش اللي حصل إن في البعض يمكن كانوا في وقت من الأوقات جوه هذه الدايرة وخرجوا وبعدوا خلاص على الدايرة دي وروحوا بيتهم وراحوا قعدوا في بيت فلان ذو النشاط اللي متابع فالتقطوا وهم بيغادروا هذا البيت ما بقوش خارجين من هنا يعني حتى الراجل اللي بينفذ هو مش متابعهم انهم خارجين من ميدان التحرير هم خارجين من بيت فلان اللي اصلا عليه كونسيرن او عليه يعني شيء من التحفظ لان هو بيباشر عمل ضد امن الدولة في المرحلة الحالية إذا كان حد التقط فمن دول لكن أنا بقول لحضرتك هو أكد مفيش حد اتاخد وهو طالع من الساحة مفيش حد اتاخد وهو داخل من الساحة كان عنده نية مشاركة أو كان يحرض على الخروج على الفيسبوك مش هيتمسك ولو اتمسك اللي حصل اللي اتمسك بالظبط عشان أقول لحضرتك جاية منين الدستورشن جاي منين جاي من أنه اتمسك من نازل من عنده واحد متابع لأنه عامل لنا مشاكل كثير جدا إيه؟ جاي من انه اتمسك من نازل من عنده واحد متابع لانه عامل لنا مشاكل كثير جدا والله ما اعلم والله ما اعلم اذا كان في وقتي ولا بعديه ولا قبليه ايه جاي من انه اتمسك من نازل من عنده واحد متابع لانه عامل لنا مشاكل كثير جدا الاستراتيجيه القوميه للفضاء الخارجي يا ابن القرندلي مطلوب القبض على هذا المحتال الكبير الذي يدعو انه صاحب شركة الفضاء الخارجي والله وقعت يا بتاع الهواء